بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنوري لكم ريسيفر بي اوت وهو بيحدث التحديث الجديد. طبعا الجهاز دوت بتاع واحد صاحبي، كل ما يجي حدث طبعا بيجي لك علامة الخطأ اللي هي الايرور. فبصراحة مش عارفين موضوع الشركة، يعني كل شوية بصراحة في قلق يعني ومشاكل، مانيش فاهم دار صفر ولا يعني ايه بالظبط. يعني مفيش ريسيفر في الدنيا بيحدث وبعدين ايرور، لا يعني كل شويه خايله خايله على ايه مش عارف. فياريت الناس المسؤوله تشوف الشركه يعني مش كل شويه في ناس مش عارفه، يعني في واحد بيعرف ينزل البادج في ناس مش عارفه تنزل البادج، فياريت يفيدوا الناس اكتر. يعني ما هو مش معقول كل واحد عنده جهاز يضطر كل شويه يجري على البادج ويحاول يعرف هو بينزل ازاي او ما يعرفش ازاي، برضه دي مشكله لان ده ريسيفر انا جايبه عشان اتمتع بيه يعني، فصعبه شويه. فدلوقتي احنا بنوريكم الجهاز وهو بيحدث اهوت. زي ما انت شايف كده ظهر علامة الايرور معاك. شلنا الفيشة وحطيناها تاني. دلوقتي الجهاز زي ما انتوا شايفينه على طبيعي جدا اهو، مجرد ما تخش على القنوات بي اوت هيطلب منك تحديث اهو. نفس المشكلة هيعيد تاني نفس المشكلة، فطبعا احنا هنضطر ننزل له البادج تاني ويبدأ يحدث من اول وجديد عن طريق البادج. بس طبعا كل الناس مش هتعرف تنزل البادج، فبعد ما نخلص تنزيل البادج ويتحدث من جديد هنوريه لكم. بس برجاء يعني الناس المسؤولة مفروض توصل الكلام دوت، على اساس برضو في ناس كتير بتسأل ومش عارفة توصل لطريق البادج او حتى تنزل اي لانشر او اي شيء. طبعا كل حاجة موجودة على النت ومتوفرة، بس في ناس طبعا برضو ما بتعرفش ان هي تعمل حاجة او ما عندهاش خلفية قد كده. وطبعا بيقول لك لرجاء عدم اطفاء الجهاز عادي خالص اهوت. اهو بص، يعني انا هشيل المشترك اهوت، ده الشحن اهو بتاع الرسيفر، مفيش اي مشكلة اهو. انا شيلته اهوت والجهاز هيشتغل برضك عادي جدا، ما فيش اي مشكله وهيبدا يحدث من جديد. يعني ما بيحصلش اي مشكله، يعني هو كله يقول لك ايه برجاء عدم الاطفاء عدم الاطفاء وهو بيحدث اهو، هو ما فيش فيه اي مشكله. شلنا الفيشه 50 مره وما فيش اي مشكله، ان هو حتى يعني يعمل اي مشكله ونقول مثلا نشوف فيه ايه، ما فيش. فان شاء الله نخلص التحديث وننزله البادج ونعرفكم برضك احنا عملنا ايه. شكرا لحضراتكم، يا ريت تدعمونا بالقناة وتشتركوا معانا علشان تشوفوا معانا كل جديد ان شاء الله.